طب خليني اخذ مكالمة من المملكة العربية السعودية. سيد محمد اهلا بك. الو، السلام عليكم. سلام لك اخي محمد، تفضل. انا اخ احمد الاخ رشيد، ومحمد مساء الخير. مساء النور، تفضل. حقيقة انا عندي سؤال دائما بطرحه على نفسي، وانا مسلم حق الواقع. عندي سؤال دائما بطرحه على نفسي، عدد الجنات في الاسلام كثيرة جدا، والباب حقيقة عرض السماء والارض. هناك عندي سؤال حقيقة محتار فيه انا. نعم. سؤالي بشهادة القرآن، يعني نجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا. أي. أن المسيحيين لهم جنة من هذه الجنات المذكورة حسب حكم القرآن؟ ده سؤال، أنا مسلم. ده سؤال نطرحه على المشاهدين المسلمين حتى، يعني لكن ما تعليقك على الجنة وكل هذه الملذات الجسدية الموجودة فيها؟ هل تقبل أنك تذهب لجنة كل همك فيها يعني هو أن تأكل وتشرب وتمارس الجنس مع عدد من الحور العين؟ لا، أنا مش متفق معك. أنا بقول يعني زي المسيحي رسمه كده، يعني زي المسيحيين ما واحد، يعني الجنة حقيقة هي روح ليس جسدية هي. لا، وما زلت مسلم يا اخي، انا كيف تقبل الاسلام وانت بتفكر بهذه الطريقة؟ والله يعني الخوف هو الذي يملك ذنوبنا، ليس حاجة اخرى. اما نحن حقيقة الخوف من حاجتين، السياسة هو الدين. انا اتكلم فيهم ابدا، انت تكلمت هنا او ترجم او تقتل. انا حقيقة هو انا بعرف ناس كثيرين يعني في الاسلام، يعني هم مش مقتنعين في النقطة دي. حتى كنت بحكم على الأصدقاء، بقول له واحد من الأصدقاء بالأمس، بقول له أنا أقتنع بالمسيحية، بقول له اشتهر للربي. يعني أول كلمة إداني ليها. لكن أخي محمد خليني، أنا لست في مكانك ولا أريد أن أفرض عليك شيء، لكن السيد المسيح، أنا أقتبس ما قال السيد المسيح: لا تخافوا من الذي يقتل الجسد، بل خافوا من الذي يستطيع ان يقتل الجسد ويرمي النفس كمان في جهنم. يعني خلينا، الانسان لن ينفعني، انا في يوم من الايام كان ممكن يحصل لي مثلك، كان ممكن اقتل على اي يد متطرف لانه تركت الاسلام، كان ممكن يحصل لي اي شيء، لكن ما فكرت، انا فكرت في نفسي. المسيح يقول وقوله هو الحق، يقول: ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ خسر نفسه، انا اعرف برضه الكلام هذا كويس، يعني ما ينتفع الانسان حتى لو ربح العالم كله وخسر نفسه. طب انا اعرض عليك، انا اعرض عليك من خلال البرنامج تنكر تتخلص، لانه الفكر الذي لا تقبل وتخضع له رغما عنك ليس بفكر، تتخلص من الفكر الاسلامي وتقبل السيد المسيح في حياتك لو اردت. انا مستعد، مستعد اغير، اكون باع المسيح، لكن بس حقيقه هو الخوف الذي يسلط علينا. ولكن ما في مشكله، حتى ان رئيس العالم يقول احنا غديهم على الدينون، وما في مشكله يعني ان شاء الله تكون من اتباع المسيح، لكن نرجو صلواتكم الينا ان شاء الله. هل تحب تصلي معنا الان وتسلم حياتك للسيد المسيح رغم الخوف رغم كل شيء؟ وانا اطلب من كل المشاهدين في العالم يصلوا من اجل اخونا. اعرفك كويس، حسبتك كويس، حتى في حالك احترقت المسيحيه طبعا، يعني مش تفقد اخلك وتفقد اصدقائك وتفقد كل شيء انت عندك بالتاكيد، حتى لو انا عارف احيانا ممكن وظيفتك. لا، لكن انا الرب وعد حتى لو فقدنا اصدقاء الرب حيعوضنا اكثر مما لنا، ولو فقدنا عائلتنا حيصير عندك عائله اكبر من المسيحيين في العالم كلها بتصلي لك وتحطك في صلواتها وتحبك وتحطك امام عرش النعمه، وانا متاكد ان الرب سيحفظك سيضع مع كل تجربة المنفذ. تفضل أخ أحمد لو تريد. أخ محمد، تعرف أن لما بتقبل المسيح مش مطلوب منك أنك تطلق اللحى أو 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 تعلق صليب أو تقولي، أنت علاقتك بالمسيح لما تقبله شخصية بتكون بينك وبينه. نعم، علاقة سرية، يعني ما فيش حد هيطلع عليها. أي بينك وبين المسيح فقط، بتكلمه وبتصلي له زي ما بتتكلم معانا دلوقتي طبعا قياس مع الفارق، وبتكلمه لأنه في صحيح. علاقتي بالمسيح مو في السفر، أكيد لك علاقتي بالسيد المسيح مو في السفر. أمين أمين. الصورة الموجودة فيها أمين. تبقى ممكن تاخد القرار النهاردة وتخطي الخطوة وتقبله في حياتك؟ ممكن تاخد القرار النهارده؟ والله هو القرار صعب لكن حاضر ان شاء الله. امين امين. صلي معانا الان اخ محمد، ممكن تصلي؟ ماشي ماشي. امين امين. يا الهنا الحنان،
نشكرك يا رب من أجل محمد يا رب، نور طريقه وعقله. قول ورايا أخ محمد إن أردت. يا رب يسوع المسيح، يا رب يسوع المسيح، أقبلك اليوم في حياتي مخلصا لي يا رب. أقبلك اليوم في حياتي مخلصا يا رب. أقبلك يا رب إله لي يا رب، أنت اللي تعيني وأنت اللي تكون معايا دايما يا رب. أقبلك إله لي وأنت اللي تعيني يا رب، أنت اللي بتخلصني ودمك الغالي على الصليب هو اللي فداني يا رب، وآتي ليك بمسرة وأصر إني أكون ابنا ليك يا رب. أنت الذي تخلصت على دمك الغالي على الصليب. أشكرك يا رب لأنك سمعت لنداء يا رب. أشكرك يا رب لأنك سمعت لنداء يا رب. يا رب احنا بنطلب يا رب منك يا رب انك تمد ايدك يا رب، ايدك نعم القوية يا رب، نعم، وتضع سياج من نار ونور حول اخونا محمد يا رب. نعم يا رب. يا رب امنع عنه اي سهم من سهام ابليس يا رب، سيج حواليه يا رب، اديله امان واديله اطمئنينة واديله راحة يا رب. نعم. ابنك يا رب الخاطئ رجع اليك يا رب، وانت قلت ان السماء تفرح بخاطئ واحد يا رب. يا رب احنا بنشكرك من اجل اخونا محمد يا رب. اشكرك. ولكن كل مجد وعزة واكرام. اشكرك يا رب، اشكرك، شكرا اخوي احمد على الصلاه. اشكرك يا اخوي محمد، والرب معاك ويحفظك ويقويك. خليك معنا، غرفه التحكم هياخدوا معلوماتك، واحنا فرحانين من اجلك بدموع الفرح، وايضا مقدرين موقفك. مشاهدينا في كل مكان، صلوا من اجل اخ محمد في المملكه العربيه السعوديه. الرب يسيج حواليه ويغيره، وترون أمامكم عظمة الرب مغير القلوب.